صباح الهنا والجمال عليكم. صباح يوم جديد، يوم مليان تفاؤل، يوم مليان اشراق. صباح حلقه جديده من بلد ديوكا المعنونه، ولسه مكملين طلباتكم اوامر. النهارده الثلاث، فاضل اربع وخميس ويخلص شهر طلباتكم اوامر. مش معنى كده انه خلص خالص، لا، كل اسبوع من شهر 11 ان شاء الله هيبقى فيه يوم لطلباتكم اوامر. هنكتب برضو على الهاشتاج بتاعنا، هاشتاج طلباتكم اوامر معنونه والسندباد، وكل طلباتكم برضو بالنسبه لي اوامر. يوم في الاسبوع هيبقى بناء على طلبات حضراتكم. النهارده طلباتكم اوامر، الطلب مني خلال الايام اللي فاتت ان احنا نعمل اكلات اقتصاديه شويه، نبعد عن اللحوم والفراخ، بس ما فيش مانع ان احنا نحط حبه لحمه صغيرين مفرومين من بواقي الثلاجه، حاجه كده كنا شايلينها في الفريزر وفضل منها شويه لحمه مفرومين، نروح مطلعينها ونجددها، نعمل بيها حاجه جديده. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل مسقعه باللحمه المفرومه والبشاميل، بس بشكل مختلف. متعودين دايما ان احنا بنعملها طاجن، النهارده مش هنعملها طاجن، متعودين ان احنا بنعمل بتنجان شرايح، النهارده برده مش هنعمل بتنجان شرايح، النهارده هنعمل بتنجان سليم، نص بتنجانه مقليه ومتفرغه ومحطوط فيها اللحمه بشكل حلو قوي، اللي هيميزها بس مش هتتسقي صلصه، اللي هيميزها ان هي مسقعه باللحمه المفرومه، التتبيله اللي هنحطها في اللحمه المفرومه. هنعمل اللحمه المفرومه بتاعتنا النهارده بالثوم والصلصه علشان وشويه الخل علشان تدينا تطعيمه الصلصه بتاعت المسقعه، وطبعا المسقعه بتاعتنا مش هتحلى الا بالفلفل المقلي بتاعنا الاحمر والاخضر. وهنشوف النهارده البشاميل اللي هنعمله بطريقه مختلفه سهله شويه عشان الناس اللي بتخاف منه. ننزل مقاديرنا على طول على الشاشه ونشوف هنقول ايه او هنعمل ايه او معانا ايه النهارده. معايا 2 كيلو بتنجان رومي اللي هو الطويل شويه او المتوسط مقسوم بالطول ومتفرغ، هنفرغه طبعا علشان نحشيه. معايا ايه تاني؟ معايا فلفل مقلي، معايا نص كيلو لحمه مفرومه معصجه او اي لحمه موجوده عندنا متعصجه هنحييها علشان تبقى بصلصه الطماطم بتاعه الفته بتاعه المسقعه اسفه. ومعايا كمان لتر حليب للبشاميل، معايا 4 معالق كبار دقيق، 4 معالق كبار زيت سندباد، 2 معلقة كبار زبده، ومعايا كوبايه جبنه موتزاريلا. حاجه تاني؟ لا مش حاجه تاني. معايا ايه تاني عشان اصحي اللحمه بتاعتنا اللي احنا شايلينها في الثلاجه او في الفريزر عشان اصحصحها واخليها يبقى ليها علاقه بالمسقعه اللي احنا هنعملها او بصلصه المسقعه اللي هنعملها؟ هحتاج معلقه صلصه طماطم وهحتاج معلقه ثوم ومعلقتين كبار خل. وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه. اللحمه المفرومه عندي اهي متعصجه، هجيب الاول القالب اللي هنشتغل فيه. طيب استاذنكم، عايزه قالب اكبر من ده. عندي اللحمة المفرومة، عندي طاسة على النار هحط فيها زيت سندباد. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كده بحيي اللحمة اللي احنا حاطينها معصجينها وشايلينها في الفريزر. بحييها ازاي؟ عايزة أعمل لها طشة تومة بالخل علشان تديني تطعيمة المسقعة أو صلصة المسقعة اللي أنا عايزاها. الزيت محطوط على النار، نبدأ بسم الله كده. هنحط التومة بالشكل ده. انا مش عايزاها تتحمر، يا دوب بس ان هي تصفر معايا وتاخد لون، وتطلع روايحها كده، واروح طشها على طول بمعلقتين الخل. انزل عليها باللحمه المفرومه اللي انا مطلعاها من الفريزر، طبعا اللي انا معصجاها وشايلاها في الفريزر مش هيبقى عليها ولا صلصه ولا ثوم ولا خل. فضلت من تعصيجه مكرونه بالبشاميل، فضلت من تعصيجه رقاق، تعصيجه جلاش، ايا كان انا كنت معصجاها ليه، فطبعا هتبقى طالعه من غير ولا ثوم ولا خل. فالثومه والخل اللي احنا عملناهم دول علشان نحيي او نحيي او نتبل او نحيي الصلصه بتاعتنا علشان تبقى ماشيه مع المسقعه. وادي معلقه واحده بس اهي من الصلصه او معلقتين كبار علشان تديها الحمار بتاعها. وهندوقها ونحط لها، لو الحياء بتاعها مظبوط يبقى ماشي، مش مظبوط هنزود عليها ملح وفلفل اسود بالشكل ده كده. يا دوب بس تاخد تشميع على النار. وادي البتنجان بتاعنا اهو زي ما حضراتكم شايفين. هعمل البشاميل ازاي النهارده؟ انا هعمل البشاميل باسهل طريقه ممكنه، اللي هي ايه؟ اللي هي هضرب المكونات كلها في الخلاط وانزلها على النار على المواد الدهنيه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي الخلاط اهو، واصبح على ساره واقول لها صباح الفل. صباح الهنا والجمال على عيونك يا حبيبتي. انا بحب حضرتك قوي. تسلمي لي حبيبتي، ما تحرمش منك يا رب.
بس يا ريت بس لما نبقى نتصل عليكم ما يأخرناش كتير على التليفون. حاضر حاضر عيوني حاضر، بس والله ما بيبقاش لينا ذنب، بس ممكن يكون في منيو نازل، ممكن اكون مشغله خلاط او حاجه، بس عيوني حاضر مش هيحطكم خالص على الخط. ماشي، انا بحب حضرتك قوي. تسلمي لي حبيبتي، ربنا يخليك يا رب. ليكي اي طلبات يا ساره؟ لا انت مش مخليانا محتاجين حاجه ولا اي شيء. ما تحرمش منك يا حبيبتي، تسلمي لي ويسلم لي صباحك ويجعل يومك كله خير وبركه ان شاء الله. نورتيني باتصالك حبيبتي، شكرا يا روان. بصوا كده، ادي عند الخلاط وادي الحليب بتاعنا بالشكل ده، وراح احط عليه الدقيق. وراح حاطه، مش عايزه احط مكعبات مرقه مش مشكله، راح حاطه الملح، فلفل اسود، عايزه احط كمون ماشي هيمشي قوي حلو قوي مع المسقعه بتاعتنا بالشكل ده كده. واروح انا كده ما حطيتش اي مواد دهنيه فيه، واروح مشغله الخلاط بتاعنا واضرب كل الخليط. بسم الله، كده لما اتضرب الخليط بتاعنا ضمنت ان مفيش كلكعه من الدقيق. للناس اللي بتخاف تعمل البشاميل وهو على النار، دي طريقه ودي طريقه، اللي اسهل بالنسبه لكم اعملوها. ادي اللحمه المفرومه بتاعتنا اهي، عايزه ادوقها نشوف الملح بتاعها، هي محتاجه ملح ولا لا. بسم الله، ملحها مظبوط، بس عايزه حبه فلفل اسود بس. طعم الخل وطعم التومه مديها فعلا اكني الصلصه بتاعتها صلصه المسقعه اللي احنا بنحبها. عندي الخلاط اهو، ضربت فيه الخليط بتاعنا اللي هو كان عباره عن ايه، كان عباره عن دقيق وكان عباره عن حليب وملح وفلفل اسود. عايزه تحطي مكعبات مرقه ماشي، مش عايزه مش مشكله، زي ما تحبي، في ناس ما بتفضلهاش فزي ما انتوا عايزين. الحله عندي على النار، هحط فيها ايه، شويه زيت سندباد، واروح حاطه فيها مقدار الزبده، واصبح على ام شيماء واقول لها صباح الهنا. الو ام شيماء. ايوه، صباح الهنا. صباح الفل والسعاده يا نون. صباح الجمال على عيونك حبيبتي، عامله ايه؟ انت عامله ايه نون؟ انا بخير حبيبتي، تسلميني. انا مبسوطه قوي اني كلمتك يا نون بجد والله. يا حبيبتي اول مره اتصل بيكي. يا حبيبتي على دماغي من فوق، وتنوريني مره واتنين وعشرة كمان. أموريني يا حبيبتي. اشكري الاخت اللي ردت عليا والله، ذوقي جدا جدا. تسلمي لي حبيبتي، ده بس من ذوقك. روان ما شاء الله عليها يعني في الذوق كله. تسلمي لنا ويسلمي لنا. تسلمي لي تسلمي لي حبيبتي يا رب. أموريني يا حبيبتي. ما تنسيش عليك حاجه، انا عايز اشكرك على الحاجات اللي انت عملتها في بعيد، جميله جدا. ربنا يبارك في عمرك. تسلمي لي، هي طلعت جميله والله وتحفه عشان خاطر حضرتك اللي عاملاها، تسلمي لي يا رب. لا والله ده ذوق جميل جدا. ربنا يبارك في عمرك، ربنا يبارك فيك. تسلمي لي حبيبتي، تسلم عمرك من كل شر يا رب. تسلمي لي. والله يعني ما شاء الله عليك، يعني ربنا يحسن ما بين ايديك يا نور. ربنا يبارك في عمرك، اللهم امين. تسلمي لي ويسلم لي صباحك ويسلم لي اتصالك حبيبتي ام شيماء. ما تحرمش منك، نورتيني باتصالك. واحنا بنكلم حبيبتنا ام شيماء عملنا ايه؟ جبنا الحله حطيناها على النار، حطيت فيها زيت سندبات وحطيت فيها زبد. الخلاط عندي فيه الخليط اللي احنا ضربناه مع بعض، الحليب والدقيق وملح وفلفل اسود. عايزين نحط مكعبات مرقه ما فيهاش اي مشكله، هنحط كمون هيبقى حلو قوي البشاميل بالكمون مع المسقعه كمان هيبقى في منتهى الجمال. دي طريقه تانية للبشاميل. مين يا روان؟ صباح الفل يا ام محمود، شكرا ليكي يا حبيبتي، حاولي تكلمينا مره تانية. دي طريقه تانية للبشاميل. الطريقه الاولى ان احنا بنحط الزيت والزبده ويكون المواد الدهنيه اكتر من الدقيق. ليه؟ انا عايزه الدقيق يتحمر براحته قوي وياخد راحته في التحميره، ما يبقاش ان هو مكتل. دي طريقه تانيه، ما بحتاجش ان انا احمر الدقيق، بس في نفس الوقت بخلي التقليبه تزيد شويه على النار علشان الدقيق يستوي. انا مش محمره الدقيق لكن ضرباه مع الحليب. بصوا كده الزبده والزيت اتقدحوا معانا، بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل كده، بصوا الخليط اصلا تقل على ان هو يكون حليب لان ضاربين معاه الدقيق. ايدينا فيه ما توقفش خالص بالشكل ده لحد ما يتقل وياخد القوام بتاعنا. متهيألي كده لحبايبنا اللي بيحبوا ان هم يخشوا المطبخ وخايفين يعملوا بشاميل، كده مفيش كلكعه دقيق، كده مفيش خوف ان يكون الحليب دافي او الحليب ساقع او الحليب جاي من الثلاجه،
ما فيهاش اي مشكله، كله مضروب مع بعضه، ايدينا شغاله لحد ما يدينا القوام بتاعنا. قوام البشاميل اللي انا عايزاه المسقعه متوسط، ولا يكون خفيف ولا يكون تقيل علشان يمسك على البتنجانيه اللي احنا هنعملها. ايديا ما تسيبش خالص. عايز تطلع فاصل؟ حاضر. طيب هطلع فاصل، في الفاصل هعمل ايه؟ هفضل اقلب البشاميل بتاعنا، وكمان هجيب حبه كمون علشان البشاميل بتاع المسقعه ما يحلاش الا بالكمون. هنجيب حبه كمون نحطها عليه ونشوف السمك بتاعه هيبقى عامل ازاي لما نرجع من الفاصل ان شاء الله. شويه صغيرين وراجعين وهتروحوا في اي حته مستنيكم. رجعت من الفاصل، عملت ايه في الفاصل؟ ما عملتش اي حاجه غير ان انا حطيت على البشاميل بتاعنا شويه كمون ولسه بقلب فيه بالشكل ده. عايزه اوريكم القوام بتاعه بقى عامل ازاي. دي اسهل طريقه للبشاميل، اسهل طريقه لسه الناس اللي بتقول الف ب مطبخ. بصوا السمك بتاعه عامل ازاي، ما شاء الله عليه، ولا في اي كلكعه ولا اي حاجه، لان الدقيق مضروب مع الحليب في الخلاط ولما نزل على النار ايدينا ما سابتهوش بالشكل ده. نسيبه بقى كده، نشيله من على النار. انا كفايه قوي عليا السمك اللي دوت، هو ده اللي انا عايزاه، يبقى سمك متوسط علشان ما يتقلش اكتر من كده. هتلاحظوا ان انا مجرد ما خلاص وصلت للسمك اللي انا عايزاه، مع ان لو سبته شويه هدي بره النار هيتقل كمان شويه، هتلاحظوا ان انا شلته من على النار. مش معنى ان انا خلاص قفلت عليه اسيبه على النار تاني او على العين اللي انا مشغله عليها. ليه؟ علشان العين لسه هتبقى سخنه، وانا مش عايزه السخونيه بتاعت النار تتقله زياده عن اللزوم، عشان كده شلته من على النار خالص، وهكتفي بالشويه اللي هتسيبهم بره ويتقل الشويه اللي انا عايزاه. ادي عندنا الطاجن بتاعنا، صينيه طاجن زي ما انتم عايزين. هروح واخده زي ما بنعمل خالص كده بالشكل ده، واروح عامله كده حاجه بسيطه كده في الارضيه علشان يتحط عليها البتنجان بتاعنا. الصلصه بتاعتنا طبعا احنا عاملينها بالخل والثوم، فريحتها وطعمها هيبقى مختلف تماما. صباح الفل يا ام معاذ. صباح النور على حضرتك. صباح الهنا والجمال على عيونك، عامله ايه؟ الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟ انا بخير حبيبتي، طول ما انت بخير تسلمي لي. لو سمحت يا سيدي كنت عايزه اسالك على حاجه. 10 اسئله حبيبتي مش سؤال واحد. تسلمي. تسلم. كنت عايزه عامله مربى برتقان بالقش وطلعت ممزره، هل ليها حل ولا خلاص كده؟ حط لها فانيليا. احط لها فانيليا؟ يعني احط لها قد ايه مثلا على كل كيلو قد ايه؟ على كل كيلو حطي باكت فانيليا او باكتين، حتى لو زادت عن يعني السايله ممكن نقول ان هي لو كترت شويه عن المقدار بتاعها ممكن تمرر، لكن الباكت مش هتمرر. حطي مثلا 3 4 اكياس. انت عامله قد ايه؟ يعني حوالي بتاع 2 كيلو برتقال. ما شاء الله عليكي. حطي مثلا 4 باكيت فانيليا اللي هو الورقه بتاعتنا دي، حطي 4 وقلبيها. وقلبيها بالظبط، قلبيهم في في المربى نفسها عادي، قلبيهم وشوفي طعمها هيبقى عامل معاكي ازاي. احتاجت تاني او لقيتي سنه المراره بدات ان هي تروح بس محتاجه تاني فانيليا، حطي ما فيهاش اي مشكله. خلاص ماشي. ماشي. تسلم ايدك حبيبتي، نورتيني. بصوا بنفرغ كده علشان التفريغه اللي في النص دي هي اللي هتتحشي باللحمه المفرومه. لما نيجي بقى ساعه التقديم نروح شايلين البتنجانيه نصها كده ونحطها في طبق التقديم، ياكلها بصحتين وهنا اللي بياكلوها ولادك او جوزك، الف هنا على قلبهم يا رب. صباح الفل يا اسماء، حاولي تكلمينا مره تانية حبيبتي. بصوا كده بالشكل ده. دي حاجه، في حاجة تانية ان انا اعمل كده واروح حط عليه لحمة واحط من فوقيه طبقة بشاميل تانية علشان تبقى طبقة البشاميل من فوق ومن تحت تديني برضو تطعيمة في منتهى الجمال. حابين دي ولا حابين دي؟ ايه رايك يا محمد يا سمير؟ متحرمش منك، تسلملي كديب. بصوا كده
طبعا المسقعه ما تنفعش الا بالفلفل الحامي، مسقعه يعني فلفل حامي. في ناس كتير ما بتحبش الشطه، بس يعني لازم المسقعه يبقى فيها شطه. هنعمل ايه؟ راح عامله كده. صباح الفل يا هدى. اهلا مدام لونا، ازي حضرتك؟ صباح الهنا، ازاي حضرتك يا مدام هدى، عامله ايه؟ انا معجبه بيكي خالص، ربنا يبارك في عمرك، تسلمي لي يا رب. ممكن اطلب مقادير السويسرول بتاع امبارح؟ عيوني، حاضر، ينزل لحضرتك حالا على الشاشه. ليك اي طلبات تانية؟ ما تشيلهوش بسرعه عشان الحق اكتب. وحياتك طب صوريه على الموبايل اسهل. نعم، صوريه على الموبايل اسهل. ما عنديش، مع يعني طب ما بعرفش اصور. حاضر عيوني، هسيبهولك على الشاشه شويه. حاضر، ليك اي طلبات تانية؟ الف شكر، نورتيني حبيبتي باتصالك، نورتيني. استاذنك طب على ما نخلص البشاميل بتاعنا دوت ننزل، ايه رايك ننزل مقادير السويسرول بتاع امبارح؟ ممكن. طب حاضر ماشي. بصوا كده هعمل ايه دلوقتي، اروح عامله كده على قرن الفلفل اللي احنا حاطينه. لو ما بنحبش الفلفل الحامي ممكن نحط فلفل رومي يتشق اتنين ويتقلي ويتحط بنفس الطريقه اللي احنا حاطينها دي، هيبقى طعمه حلو برده في منتهى الجمال. انا ليه بحط موتزاريلا الاول على اللحمه قبل البشاميل؟ لان انا عايزه البشاميل يكون ماشي فيه الجبنه اللي احنا عاملينها بالشكل ده كده، واروح واخده جزء من البشاميل من الجبنه واروح حطها برده هنا علشان تبقى الموتزاريلا ماشيه في البشاميل كله. واقلب كده البشاميل اللي طبعا عندنا سخن هيسيح الجبنه على طول. ابدا احط البشاميل اللي على المسقعه من فوق وادخلها حوالي 10 دقائق. طبعا كل حاجه عندنا مستويه، هدخلها 10 دقائق، وبعد ما ادخلها ال 10 دقائق هروح مطلعه الطاجن بتاعنا واروح حاطه موتزاريلا على الوش تاني وادخله دقيقتين تحت الشوايه بالشكل ده، واروح واخده كده اسهل منها مفيش. عايزين نعملها طاجن نعملها، عايزين نعملها بالشكل ده زي ما حضراتكم عايزين. الطاجن ازاي؟ الطاجن ازاي؟ هنقطع البتنجان شرايح ونحط طبقات من اللحمه وطبقات من البتنجان ونصبح على الحاجه ليلى والله. صباح الهنا. صباح النور يا شيف نونة. صباح الجمال على عيونك، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت اللي اخبارك ايه؟ وتسلم ايديك على الحاجات اللي بتقدميها. سلم عمرك يا رب من كل شر، تسلمي لي حبيبتي. اموريني. هقول لك على حاجه. قوليلي. انا شفتك انك جايبه حله الضغط مره في الاستوديو. تمام. ف انا هقول لك على حاجه انا عملتها في حله الضغط. قوليلي. بتوفر الوقت جدا جدا جدا. طب قوليلي. بعمل الكريم كراميل في القوالب. تمام. واحط نص كوبايه ميه في حله الضغط. مظبوط. واروح رصه القوالب فيها. تمام. واقفل حلة الضغط لما تصفر، اروح موطية عليها واحسب دقيقة واحدة. تمام. واطفي عليها. تسلم ايدك. لما تنزل العلامات افتحي الحلة هتلاقي الكريم كراميل جاهز. تسلم ايديكي، حلو قوي. بس في يعني انا واحدة من الناس ممكن اخاف اعملها، بس حضرتك ما شاء الله عليك، انا ممكن اجربها وهتطلع ان شاء الله زي الفل ادام حضرتك قلتي كده. بتطلع، شوفي بتطلع تحفه واحلى كمان من اللي في الفرن. يا حبيبتي تسلم ايدك ويسلم عمرك يا رب، ونورتيني باتصالك ويسلم معلومتك الجميله، وان شاء الله هجربها وهعملها لهم على الهوا كمان عشان يشوفوها. نورتيني حبيبتي باتصالك، نورتيني. حاضر. تدفع كام؟ هنعمل كده ونحطه في الفرن. مش هشغل الشوايه، انا عايزه ادام حطيت الجبنه الموتزاريلا على الوش وما استنيتش ان هي ياخد البشاميل وقت في الفرن معانا، يبقى انا مش هشغل الشوايه خالص. هدخل الطاجن بتاعنا في الفرن وهسيبه الجبنه بتاعتنا تسيح براحتها وتاخد اللون براحتها من غير ما اشغل الشوايه خالص. لازم لو في اي بشاميل على حرف الطاجن لازم ان احنا نشيله كده علشان ما ينشفش مننا ويعمل شكل مش حلو في الطاجن. مين يا روان؟ ابتسام. صباح الفل يا ابتسام.
الو، حاولي تكلمينا مره تانية وشكرا لاتصالك. هحط الطاجن بتاعنا في الفرن ونطلع فاصل، ونرجع من الفاصل عندي ايه النهارده؟ السويسرول. تمام، حطينا القالب بتاعنا او الطاجن بتاعنا في الفرن على 180 عشان الجبنه بتاعتنا تهدى خالص ومن تحت بس عشان تسيح براحتنا. هنطلع فاصل وهنكون جهزنا المنيو بتاعنا، وينزل لنا بعد الفاصل ان شاء الله، ونرجع نعمل اقراص القرنبيط المقليه بطريقه سهله بشكل حلو قوي بطريقه مختلفه. كل ده هنشوفه بعد الفاصل، اوعوا تروحوا في اي حته مستنياكم. رجعت من الفاصل، كنت بعمل ايه في الفاصل؟ ما عملتش اي حاجه غير ان احنا جبنا القرنبيط بتاعنا. موسم القرنبيط، جو شتاء، ريحته في البيت، سيبوكم من موضوع السلق، مش دعوه بموضوع سلقه، ريحته كمان عشان موضوع السلق دوت، عشان نتفادى الريحه بتاعته نحط له كمون، شويه كمون في الميه بتاعت سلق القرنبيط، ما بيخليش فيه ريحه، جبنا حاجات كتير واحنا بناكله بيبقى كويس قوي. بنسلقه في ايه؟ في شويه ميه مغليين فيهم ملح وكمون، اكتر من كده مش عايزه. سلقته نص سلقه نص سلقه، انا مش عايزه ابصوا كده. امي ربنا يديها الصحه علمتني ان انا ازاي اختبر سوى القرنبيط بضفري، ولو حتى لو ما عنديش ضفر بحرف ايدي كده، بروح ماسكه الجزء ده كده واروح دايسه عليه كده بضفري. بصوا غرزت ازاي. لو انا عايزاه سوى كامل مجرد ما اعمل كده هلاقيه غرز، لكن انا عشان ان هو يغرز وعايزاه نص سلقه رحت غرزه جامد اهو، غرز معايا. ده اختبار القرنبيط علشان نشوف استوى ولا ما استواش. ممكن ناس تختبره بشوكه، بس الشوكه ممكن ان هي تدخل على طول عفوا، الشوكه ممكن ان هي تدخل على طول ويبقى برده هو لسه ما استواش. فالاحسن ان احنا نعمل الطريقه دي بلدي بتاعتنا والبلدي يوكل، وهيطلع معانا ان شاء الله مظبوط. قبل ما ابدا في اي حاجه احط زيت سندباد على طاسه، في طاسه على النار علشان يسخن معايا علشان نشوف هنعمل ايه. هحتاج ايه بقى في القرنبيط؟ متعودين من امهاتنا وجدودنا ان القرنبيط علشان نعمله بيحتاج دقيق، بيحتاج نشا، بيحتاج بقدونس وكزبره، او بقدونس بس ما تحطوش كزبره، بيحتاج بيض وبيحتاج فلفل حامي، بيحتاج التوابل بتاعتنا والثوم والكمون والملح، ما تحطوش فلفل اسود عشان ما يغمقش التتبيله. في التغليفه اللي بره بقى انا النهارده عامله القرنبيط بطريقه مختلفه. معروف ان احنا بنسلق القرنبيط وبنركنه على جنب، وبعد كده بنبدا نعمل الخلطه اللي هي عباره عن ايه؟ بنمسك نفقش بيض كتير 10 12 15 بيضه كده، راح حاطين عليهم نص كيلو دقيق، معلقتين نشا، وباكت بيكنج باودر، وبروح حاطين الكبه طحنين فيها فلفل، طحنين فيها ثوم، ومن ساعات بنحط طماطمايه مع الملح والكمون والكزبره الناشفه اللي التست بتاعها هيبقى عالي النهارده ان شاء الله. بنخلط ده كله في الكبه ونروح حاطينه على البيض والدقيق، ونبدا نرب كل دوت وننقع فيه القرنبيط ونقفله ونحطه في التلاجه. نيجي ساعه القليه الزيت يتقدح، نروح نبدا نقلي تطلع زهره القرنبيط او الورده بتاعتها او قطعه القرنبيط سليمه زي ما هي كده. انا واحده من الناس، اعوذ بالله من كلمه، انا ولادي ما بياكلوش القرنبيط بالشكل ده، مش هياكلوه، لا هياكلوه ولازم هيتعمل في البيت وهياكلوه. فكرنا ان احنا نعمله بطريقه جديده، ان احنا كل المكونات بتاعته بالدقيق بالبيض بالنشا بالبيكنج باودر بالثوم بالكمون بالبقدونس بالقرنبيط نفسه بيتحط في الكبه ويطلع لي خليط تقيل، وابدا اشكله قراص واقليه. هقليه منه لنفسه كده، ايه اللي يغلف لي بره؟ دقيق وبيض ينزل في البيض يطلع، ينزل في الدقيق يتقلي، بقى عندي حاجه زي قراص البانيه مدوره، وعشان تديني شكل حلو قوي هستخدم غطا البطرمان، مش هشكل بايدي عشان ممكن تشكيله ايديا ما تطلعش مظبوطه، هشكل بغطا البطرمان زي ما عملنا البرجر عشان يطلع لي كلها اقراص متساويه، شكل واحد، شكلها حلو، تفتح النفس. نبطل رغي بقى، انا برغي كتير انا عارفه، ونرجع نشوف شغلنا. هنعمل ايه؟ عندي القرنبيط وادي عندي الكبه. بسم الله الرحمن الرحيم. هخلط القرنبيط الاول كده، ما يبقاش ناعم قوي علشان ما يبقاش مسيل معايا. احنا لسه شايفين اهو البخار بتاع القرنبيط طالع معانا ازاي. هخلط خلط خشن. يعني ايه خلط خشن؟ هوريه لحضراتكم دلوقتي. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم.
طب استاذنكم الكبه الكبيره عشان دي هتخلط لي جزء وتسيب لي الجزء الباقي. طيب ماشي، تنزل مقاديرنا على ما نخلط القرنبيط بتاعنا. بسم الله. زي ما انتوا عايزين، اربع فصوص ثوم مفرومين او سلام مش مشكله، كده كده هيتضربوا في الكبه. معايا فلفل احمر واخضر حامي، ما عنديش حامي ما بحبوش احط رومي. معايا ثلاث حزم بقدونس مفرومين، وليه عاملاهم ثلاثه؟ علشان طبعا حزمه البقدونس بتبقى صغيره. معايا اربع بيضات، نص كوبايه دقيق ونص كوبايه نشا، وباكت بيكنج باودر كامل، ومعايا ميه مغليه طبعا للسلق، وكمون، كزبره ناشفه، وملح علشان التتبيله. طبقه التغليف علشان يديني شكل حلو قوي من بره وشكل مظبوط. عندي دقيق وعندي بيض، هتبل الدقيق بكمون وشطه وملح وفلفل اسود، بس الفلفل الاسود يكون بسيط علشان التتبيله بتاعتنا تكون فاتحه، وطبعا زيت سندباد للقلب. مضطره ان انا اطلع فاصل، وهرجع من الفاصل نكمل ضرب القرنبيط، او هنضربه في الفاصل ونرجع نشوف هنغلفه ازاي ونعمله. شويه صغيرين راجعين، اوعوا تروحوا في اي حته، ومستنيكم. رجعت من الفاصل، عملت ايه في الفاصل؟ فرمنا القرنبيط بتاعنا بالشكل ده، بصوا كده عامل ازاي، خشن مش ناعم قوي، مش مفروم ناعم ان هو يبقى سايل، بصوا مش شكل حضراتكم شايفينه ده. جيت الناحيه الثانيه، حطيت ايه؟ حطيت البيض وحطيت الثوم وحطيت ملح وفلفل اسود وكمون، وادي شويه الكزبره الناشفه بالشكل ده كده. عندي ايه؟ عندي نشا، الخليط ده يا نونا هيبقى تقيل قوي على اربع بيضات، هنعمل ايه؟ هيتفك بميه ويتضرب بالمضرب لما يبقى عندنا الخليط متوسط، ما يبقاش سايل خالص. حطينا نشا، ادي الدقيق، الخليط هيبدا يتقل معايا، اخفه بشويه ميه، ما يبقوش كتار علشان ما يسيلش مني، لان انا عايزه الخلطه تكون تقيله عشان تمسك في القرنبيط اللي انا هعمله كده. ادي باكيت البيكنج باودر، بالشكل ده كده خلطت كل المكونات بتاعتنا مع بعض. فاضل ايه؟ فاضل القرنبيط وفاضل البقدونس بتاعنا. مش هحط كل ده عشان ما تبقاش مغدره شويه كتار كده اهو. ناقصني الفلفل الحامي، مش عايزه فلفل حامي، تحطي رومي ما فيهاش اي مشكله. نعمل كده، واروح حط عليه الخليط بتاع القرنبيط بالشكل ده. صباح الفل يا سهيله. الو، صباح النور يا شنونة. صباح الهنا والجمال عليك يا حبيبتي، عامله ايه؟ ربنا يخليكي، والله وحشاني قوي ونفسي اشوفك بجد. يا حبيبتي انا اول مره اكلمك يعني، وان شاء الله مش اخر مره، تنوريني دايما باتصالاتك. اموريني يا سهيله، ليكي اي طلبات حبيبتي؟ ربنا يخليكي يا شفنون، انا عايزه منك طلب. 10 طلبات مش طلب واحد، اموريني. انا لسه عروسه جديده يعني وكده، وعايزه منك كفته السمك. كفتة السمك، عيوني، حاضر. ليك اي طلبات تانية؟ ليك اي طلبات تانية يا سهيلة؟ فصلت، عيوني، حاضر. احلى كفتة سمك تتعمل علشان خاطر سهيل، عيوني يا ماما، وربنا يسعدك ويهنيك يا رب. ادي الفلفل الحامي اخضر واحمر، كده بقت الوصفة بتاعتي كاملة وتمام التمام. ماشي، حاضر. اول ما نبدا نغلف ينزل على طول كده. ناقص حاجه واحده بس، انا دلوقتي حطيت ملح وفلفل اسود كده، ظبطت الملح بتاعه؟ لا ما ظبطش الملح بتاعه، انا مش عارفه هو محتاج ملح ولا لا. هاخد على طرف المعلقه سنه صغيره كده، ملحه مظبوط، الا فلفل الحامي مش مديله ان هو حامي قوي،
كل حاجه فيه ما شاء الله مظبوطه. ما تنسوش ان التغليف اصلا هحط فيه ملح وهحط فيه كمون وهحط فيه شطه. نخلي بالنا قوي من الملح اللي في القرنبيط، يعني لو لقيناه دلع شويه ما فيهاش اي مشكله، علشان لسه فيه الدقيق اللي من بره هيبقى فيه برده ملح. انا مش هاخد كل ده عشان ما يتبهدلش معايا بالشكل ده. كده عندي ادي البيض اهو، احط هنا شويه شطه صغيرين، واروح هنا حاطه كمون، وادي الملح. مش هحط في التغليف فلفل اسود علشان عفوا بصوا كده حطيت على البيض رشة فلفل اسود ورشة صغيرة من الملح. هجيب برضو بولة كبيرة شوية عشان احط فيها البيض علشان اتحرك براحتي واغلف براحتي خالص. هي معوجة وانا مش بحس ان هي معوجة. نحط البيض في حاجة اوسع. الزيت عندنا طبعا حاطين زيت سندباد على النار بيسخن معانا، ونصبح على مريم واحنا لسه هنغلف في قراص القرنبيط ونقول لها صباح الهنا. عندنا بتقولي قرنبيط؟ نعم. طيب ماشي. عامله ايه؟ الحمد لله يا رب دايما. يخليكي. تسلمي لي يا حبيبتي، اموريني. الو معاكي. طب حاولي تكلميني تاني يا مريم، نورتيني باتصالك حبيبتي. بصوا كده قلبت اهو عشان اتاكد ان الشطه والكمون والملح كله مشي في الدقيق كله. هفضيه حواليا ونرجع نشوف هنقلي ازاي ولا هنغلف ازاي. نلبس كده. بسم الله ما شاء الله. طب هو انا محتاجه جوانتي ممكن؟ ادي غطا البطرمان، ونصبح على مدام امين ونقول لها صباح الهنا. الو مدام اماني. صباح الفل عليكي، عامله ايه؟ تمام الحمد لله، اخبارك ايه؟ انا بخير طول ما انت بخير حبيبتي، تسلمي لي. كل سنه وانت طيبه. انا على فكره انا اول مره اكلمك، وان شاء الله مش اخر مره، تنوريني دايما باتصالك. سامعاكي حبيبتي، اموريني. انا عايزه طريقه عمل الكيك العادي. حاضر عيوني. كيكه عاديه خالص، شوكولاته ولا فانيليا؟ لا شوكولاته. ماشي حاضر، نورتيني عيوني. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. روان كلافزات لو سمحتوا. ماشي اوكي. الزيت عندي على النار. ادي الدقيق حطينا فيه كمون وحطينا فيه ملح وحطينا فيه شويه شطه، والبيض حطيت فيه شويه فلفل اسود وسنه ملح برضو. هغلف ازاي دلوقتي؟ ادي البطرمان عندي اهو، ادي البطرمان عندي اهو، واروح واخده مقدار من القرنبيط واعمل كده. ليه بعمل كده؟ علشان انا عايزه الراس بتاعه القرنبيط بتاعتنا تطلع كلها شكل واحد بالشكل ده. بدل ما اعملها على ايديا ويطلع واحد صغير واحد كبير واحد تخين شويه وعالي واحد رفيع، لا يبقى انا اظبط الدنيا بتاعتي بايه؟ بغطا البطرمان مع الكيس الثلاجه اللي احنا بنعمله ده. بصوا كده اهو بالشكل ده، كده اتظبط معايا، واروح عامله كده هيطلع معايا مظبوط. اروح عامله كده بالشكل ده. لاقي ان هو فاكك معايا شويه بالشكل ده كده، اروح حطله حبه دقيق على الخليط بتاعنا علشان يمسك معايا اكتر. هسيبه ان هو اجيب طبق واسيبه يهدى شويه علشان اعرف انزله في البيض بالشكل ده كده اهو. لقيت ان هو ماسك شويه او فاكك شويه زي كده، اروح عامله ايه؟ جايبه شويه الدقيق، حاطه معلقتين ثلاثه هنا. ليه انا بعمل كده؟
علشان انا عايزه الطبقه بتاعتنا تكون ماسكه، ما تبقاش ان هي فكه بالشكل ده او ان هي سايله شويه، لا حبه الدقيق دول هيمسكوها ويخلوني اشكل فيها كويس واتحرك فيها براحتنا. صباح الفل والهنا على عيونك يا ام بدور. الو الو، صباح الخير. صباح الجمال يا مصر. صباح الهنا على عيونك. أيوة حبيبتي. صباح الخير يا مصر. صباح الهنا، عامله ايه؟ الو، سامعاكي حبيبتي. معاكي. وحشاني وحشاني والله يا مصر. انت اكتر حبيبتي، تتحرمش منك يا رب. سامعاكي يا ام بدور. انا عايزه بقى منك 10 طلبات بقى. قولي لي 10 طلبات. يبقى ادام قلت 10 طلبات يبقى ليكي 20 طلب. قولي. عايزه كل حاجه بتعمليها. اعملها لك واجيبها لك على عيني بس كده. ليكي اي طلبات تانية؟ طيب قولي لي ايه اللي انت عايزاه. طيب على فكره لسه مكلماكي من شويه مرات ابني. والله ما شاء الله. كانت اللي هي العروسه الجديده، العروسه الجديده اللي كانت عايزه كفته السمك ولا مين؟ وحشان يا مصر والله. ما تحرمش منك حبيبتي. تسلمي لي يا رب. قوي قوي. تسلمي لي حبيبتي، ما تحرمش منك، ما تشوفيش وحش ابدا. انا والله العظيم كنت اليومين دول ما كلمتكيش بس عشان كان عندنا الخط عطلان. يا حبيبتي ولا يهمك، نورتيني باتصالك ودايما. انا كلمتك مراتي، مرات ابني دي اللي اسمها سهيله اللي خلتها تكلمني. يا حبيبتي نورتني، والف مليون مبروك ليها وربنا يصلح حالها يا رب ويسعدها ان شاء الله. ايوه، وانا لازم اخليها تكلمك كده عشان ترحب بيك يا مصر. يا حبيبتي ما تحرمش منك ولا منها ابدا، تسلمي لي. نورتيني يا ام بدور وربنا يسعدهم يا رب ويخليهم لك. بصوا كده بنشكل بالدقيق، نسيبه يرتاح شويه وبعد كده ننزل في البيض بالشكل ده كده. صباح الفل يا مدام ناديه حبيبتي. صباح الهنا. عامله الحمد لله يا حبيبتي. ربنا يخليك يا حبيبه قلبي. ربنا يبارك في عمرك. بتفرج عليكي كل يوم مليون مره. ربنا يبارك في عمرك يا رب. تسلمي لي. يسلم لي ذوقك. الصحه والعافيه يا رب. ربنا يبارك في عمرك. بقول لحضرتك ايه أمورين. الخلطه اللي عملتيها بتاعت الاردنيه لحسن، انا لسه داخله من بره ولسه فاتحه حالا. عيوني. حاضر عيوني، تنزل لحضرتك حالا واقولها لك. حاضر. حاضر عيوني حبيبتي. تشكري يا حبيبتي. نورتيني حبيبتي باتصالك. نورتيني نورتيني، مع الف سلامه حبيبتي. هتنزل مقاديرنا تاني وهنقول خلطة القرنبيط اتعملت ازاي. واه ننزل القرنبيط، وكان معانا مقادير السويسرول اللي طلبت مننا. تمام، ننزلهم ننزلهم على ما نخلص تشكيل القرنبيط بتاعنا. هتنزل مقادير القرنبيط معانا تاني ومقادير التغليف بتاعنا. تمام، مقادير القرنبيط على الهوا. معايا حبة قرنبيط، اربع فصوص ثوم، فلفل احمر واخضر حامي، معايا اربع بيضات، ومعايا حزم بقدونس، ومعايا نص كوبايه دقيق ونص كوبايه نشا، وباكو بيكنج باودر، ومعايا ميه مغليه عشان السلق طبعا، وكمون وكزبره وملح للتغليف بتاعنا. حطيت ايه؟ حطيت الدقيق وتبلته بشطه وكمون وملح، ما حطيتش فلفل اسود، ولو احط حاجه بسيطه عشان ما يغمقليش التغليفه. والبيض حطيت عليه رشه فلفل اسود ورشه ملح وزيت سندباد طبعا عشان القليه. نعمل كده، ننزل السويس رول كمان علشان حبيبتنا اللي طلبته اللي احنا عملناه امبارح، رول السويس رول. الشكل ده كده نزل معانا. لا لسه ما نزلش. طيب رول الكيك المزخرف او رول السويس رول اللي احنا عملناه امبارح، كانت مقاديرنا بتقول ان احنا معانا اربع بيضات، كوبايه سكر، ومعلقه صغيره كيك شيف او بيكنج باودر، ومعلقه كبيره من الفانيليا، ومعلقه كبيره معلقتين كبار اسفه من الكاكاو، وكوبايه دقيق، والحشو مربى او شوكولاته قابله للدهن او كريم شانتيه. عملنا ايه في قالب السويس رول امبارح؟ فصلنا الصفار عن البياض. لو احنا مش هنستخدم محسن كيك، لو هتستخدمي محسن كيك هتحطي كل المقادير مع بعضها وهتضربيها عادي جدا، لكن احنا امبارح ما استخدمناش محسن الكيك. عملت ايه؟ فصلت الصفار عن البياض، ضربت البياض لوحده مع رشه فانيليا ورشه ملح لحد ما بقى عامل زي المارينج، وركنته على جنب. وبعدين جبت الصفار حطيت عليه رشه فانيليا. حاضر. ورحت حط عليه السكر، ضربتهم كويس قوي وخففته باربع خمس معالق ميه علشان يديني سيوله. وبعد كده رحت حط عليه الدقيق، قلبته كويس قوي مع بعض، ورحت نازله عليه بالمارينج شويه شويه، واقلب من تحت لفوق علشان يديني ان الخليط بتاعنا يبقى فيه هواء ويبقى طري، ما يبقاش ما ينشفش معايا.
وقلبته لحد ما خلص المارينج، ونقلب من تحت لفوق. وبعد كده فصلت الخليط اتنين، حطيت على جزء منهم الكاكاو، ولو لقيته ناشف معايا ببدا ان انا هخففه بمعلقتين ميه تاني علشان يبقى خفيف معايا. وبعد كده بمسك صاج احط فيه ورق زبده، وادهن ورق الزبده زيت، وبعد كده بحط فيه الخليط الابيض. ببدا بكيس حلواني من غير بلبله، يا دوب ان انا اقص واحط فيه خليط الكاكاو، وابدا اشكل التشكيلات اللي عملناها زي ما شفناها في الحلقه امبارح. بيتحط في الفرن على درجه حراره 180 لمده من 10 ل 12 دقيقه، بيطلع نغطيه بفويل او بورق زبده علشان يتحتفظ بالطراوه بتاعته. وابدا بعد كده اروح البيه على ورق زبده وابدا الفه، احشيه ايه؟ شوكولاته قابله للدهن، مربى، كريم شانتيه، عايز تحطي فيه قطع فاكهه زي ما حضرتك عايزه. هنطلع فاصل، وارجع من الفاصل المسقعه بتاعتنا هي قبل ما نطلع من الفاصل طلعت. هرجع من الفاصل اكون شلتها بالواحده زي ما هي كده وحطيتها في طبق التقديم. هبدا ان انا اغلف بالبيض علشان اقلي، ونرجع نعمل الزبادي، اسهل واسرع واضمن زبادي عشان حبايبنا اللي طلبوه. كل ده هنشوفه بعد الفاصل، وهتروح في اي حته مستنيكم. فاصل عملت ايه في الفاصل؟ حطيت القرنبيط بتاعنا في الزيت، الزيت يكون سخن زي ما حضراتكم شايفينه دلوقتي، وهنشوف شكله عامل ازاي. عملت ايه كمان في الفاصل وحضراتكم لسه شايفيني بعمله دلوقتي؟ ان انا طلعت المسقعه بتاعتنا من الطاجن وقدمتها بالشكل بتاعنا ده. بتتقدم كده، كل واحد بياخد نص البتنجانيه باللحمه المفرومه ومعاها قرنين فلفل حامي، وبيطلع معانا زي الفل بالشكل ده كده اهو. ادي الفلفل المقلي، بالشكل ده كده بس خلاص، مش محتاج اي حاجة تانية. نيجي بقى دلوقتي للقرنبيط بتاعنا اللي في النار، نشوف شكله لما اتقلى عامل ازاي، وشكل الاقراص بتاعتنا كمان هتبقى عاملة ازاي. نحرك، بصوا بقى كده شكل القرنبيط بتاعنا. بسم الله، ما شاء الله عليه. شفتوا شكل القرص اصلا كان عامل ازاي، وشوفوا دلوقتي شكله عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، البيكنج باودر والنشا مدياله هشاشه حلوه جدا. مش معنى ان هو هش كده يبقى ان هو ما استواش، لا استوى ومعانا زي الفل كده. نقلبها لسه عايزه شويه، ودي كده هنقدمها جنب ايه؟ هنقدمه جنب جرجير طبعا، القرنبيط ما يحلاش الا بالجرجير، ومعاه كمان الطماطم المخلله المتبله بتاعتنا مع العيش البلدي بتاعنا، يبقى زي الفل كده. عملنا القرنبيط وعملنا المسقعه، فاضل وصفه معانا واتطلبت مني كتير، وهي عباره عن ايه؟ عباره عن الزبادي، باسهل طريقه واضمن طريقه. ولا هنحتاج ان احنا نشغل الفرن، ولا نحتاج ان احنا نسيب الفرن نسيب الحليب في طاجن في الفرن، ولا الكلام ده كله. طريقه سهله جدا، نمشي على الخطوات مظبوطه وهنلاقي الموضوع معانا حلو قوي. انا خلصت والله، انا عايزه اوري حبايبنا بس الزبادي اللي انا عاملاه، وبعدين نشتغل في الزبادي اللي هنعمله، مش هياخد مني دقيقتين. بصوا ده الزبادي اللي انا عملته امبارح، زي ما حضراتكم شايفين كده. انا لفه كل واحده او كل كوبايه بستريتش، عندي قطعه استريتش واحده هجمع ثلاث كوبايات مع بعض كده واروح لفاهم بستريتش، اهم حاجه ان هو يتلف ويضغط.
بيتحفظ في التلاجة، أول ما بيتعمل لا بسيبه في درجة المطبخ العادية خالص. هحتاج إيه؟ مقاديرنا هتنزل على الشاشة. كل اللي هحتاجه كيلو لبن حليب. جايباه، في ناس كتير تقولك إيه لازم اللبن يكون من عند اللبان ما يبقاش معلب. ده بيفرق معايا أنا في حاجة واحدة بس، إن أنا أكون عايزاه دسم زيادة أو إن أنا مش عايزاه يكون دسم زيادة. لو أنا عايزة اللبن أو الزبادي يكون دسم قوي أجيب لبن من عند اللبان أو حليب من عند اللبان اللي هو البلدي بتاعنا. عايزه ان هو تكون الدسامه بتاعته اخف يبقى هجيب لبن او حليب من اللي هو العادي خالص بالشكل ده كده. نقدمه. مقاديرنا بتقول ان انا معايا كيلو حليب مغلي، كيلو حليب ويكون مغلي، معايا ايه تاني؟ كوبايه زبادي، معلقتين كبار سكر، اتنين باكت فانيليا لو انا عايزاه بطعم الفانيليا. ده الحليب ده مغلي وسبته يهدى شويه يغلي مع السكر اهو كده، هو طبعا سخن لسه بس انا حبيت ان انا اعمل الحركه دي قدامكم او ان اضيف المقادير دي قدامكم علشان تبقى باينه. يغلي على النار، يغلي انا عايزاه يغلي مع معلقتين السكر ومعلقه الفانيليا الكبيره، ويفضل ان احنا نحطها بودر ما تبقاش اللي هي السايله علشان ما تغمق لناش الزبادي، تبقى الباكت ما تبقاش السايله. وهنسيبه يغلي على النار شويه، وبعد ما نسيبه يغلي على النار شويه هسيبه على جنب يهدى خالص التقليبه بتاعتي دي عشان يطلع السخونيه اللي فيه ويهدى بالشكل ده كده اهو. واروح جايبه بوله، بسم الله الرحمن الرحيم، واروح حاطه فيها الحليب بتاعنا. بصوا هو لسه بيطلع بخار بس انا لما تيجوا تعملوه في البيت مش عايزاه يكون طالع البخار ده، مش عايزاه يكون طالع البخار ده. التقليبه دي كده اهوت هتخفف لنا السخونيه بتاعته شويه بالشكل ده كده. قلبت السكر، قلبت الفانيليا، ماشي. عايزه كوبايه زبادي. مواصفات كوبايه الزبادي بتاعتنا ليها مواصفات، ليها مواصفات. مواصفات كوبايه الزبادي بتاعتنا ان انا عايزاها تكون بايته، مش عايزه زبادي طازه، زبادي بايت. نروح كده للبان نقول له انا عايز كوبايه زبادي مش معموله النهارده، يا اما نجيبها ونسيبها عندنا في الثلاجه يومين ثلاثه. عايزه كوبايه زبادي بايته ناشفه، سواء حتى لو هي من السوبر ماركت اللي هي المبسترة او المغلفة اللي هي المعلبة او اللي هي البلدي اللي عند اللبان، انا عايزة كوباية زبادي بايتة بقالها 3-4 ايام في التلاجة. واروح ماسكاها حطها على الحليب ما يكونش فيها مية خالص، واروح حطها، بصوا اهي ناشفة اهي معانا، واروح مقلبة كويس قوي. انا خلصت والله، اتأكد كويس قوي ان الزبادي داب مع الحليب بتاعنا والحليب بتاعنا يكون دافي ما يبقاش سخن. خلص الزبادي. عايزه تقنعيني اللي انت عملتيه ده زبادي؟ اللي انا عملته ده زبادي. هنحطه في الكوبايات بتاعته واروح سايباه مغطياه واسيبه في المطبخ يوم كامل، يعني لو انا عملته دلوقتي اجي امسكه تاني يوم الصبح، تاني يوم الصبح وابدا ان انا احط الزبادي بتاعنا كفايه ثلاثه وابدا ان انا اشيله. بسم الله الرحمن الرحيم، اتاكد ان الزبادي ما بقاش فيه اهو اي حاجه وابدا ان انا اعمل كده. بسم الله، الكوبايه طبعا بتاعتنا تبقى نظيفه خالص بالشكل ده. يتحط في المطبخ من النهارده لبكره، ما يتحطش في التلاجه الا لما يعدي عليه يوم كامل بره التلاجه. عدى عليه يوم كامل بره التلاجه ابدا ان انا احطه في التلاجه عادي، بقى عندي اسهل زبادي واضمن زبادي. وهنشوف دلوقتي ناخد قطعه كده من اللي موجود عندنا، انا عملته امبارح هنا في القناه وسبته ما حطيتهوش في الثلاجه الا لما جيت الصبح. ده الزبادي اهو بتاعنا، يتقفل بالستريتش ويتساب. نيجي دلوقتي للزبادي بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم، عايز يمسك شويه في الثلاجه. تمام، دي حلقتنا النهاردة. عملنا فيها ايه؟ عملنا المسقعة بالبشاميل بطريقة مختلفة شوية وتكون اسهل في التقديم كمان. عملنا الارنبيط الاقراص، الارنبيط المقلية بطريقة مختلفة شوية، ممكن نفس الخلطة نعملها للارنبيط العادي اللي هو الزهرة ان هو يتقلي سليم زي ما هو.
وعملنا كمان الزبادي باسهل طريقه ممكنه. دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكون عجبتكم ونالت رضاكم، واتمنى اسيبكم النهارده لبكره في حفظ الله مع حلقه جديده من بلدي يوكا المعنونه. بكره حلقه البسكوتات اللي بنستناها من فتره لفتره ان شاء الله، تشكيله بسكوتات كتير بعجينه واحده، هحاول الم لكم الدنيا كلها بتاعت اشكال البسكوت بعجينه واحده عشان اسهل عليكم. حلقه جديده بكره ان شاء الله من بلدي يوكا، وتجدد لقائنا الساعه 10 الصبح، واقول لكم السلام عليكم.